السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الجديد على قناة الدعم المدرسي نرحب بجميع الطلبة وكل من يحضر لمباراة خاصة بالتعليم الابتدائي. نقدم في هذا الفيديو تصحيح ديال الاختبار الكتابي ديال مادة الرياضيات دورة دجنبر 2021. في انتظار تقديم التصحيح الخاص ببقية المواضيع، ندعوكم أولا للاشتراك بضغط الزر الأحمر، تفعيل جرس التوصل بالتنبيهات فور نشر اي جديد. فقناه فيها مجموعه من الدروس الابتدائي والاعدادي في الفيزياء والكيمياء والرياضيات، ايضا بالنسبه لابتدائي العلوم، اللغه العربيه، اللغه الفرنسيه. اذا نبدا على بركه الله مع تقديم التصحيح. المكون الرياضيات عليه 7.5 نقاط. عندنا مجموعه من الاسئله تقريبا 14 سؤال في الرياضيات. نضع التعبير او تساوي 38 ناقص 7 في 5 ناقص 18 ناقص 9. يجب أن نحدد قيمة هذا التعبير. هل الاختيار أ ب أم سي أم دي؟ الجواب ما تيكونش مباشر، كنحاولو نحسبوه. ناخدو التعبير اللي هو هذا، كنعرفو بأن كنسبقو الأول هو الضرب، من بعد إلا كان يعني من اليسار ليمين الضرب، ومن بعد تبع القسمة في هاد الحالة هادي. إذا بالنسبة للضرب 7 في 5 هي 35، من بعد القسمة 18 لتسعود 9 غتعطينا 2. من بعد غنديرو العملية عادي بشكل من اليسار ليمين، 38 ناقص 35 هي 3، 3 ناقص 2 هي 1. إذا الجواب هو 1، إذا هو الاختيار الرابع اللي هو دي. بالنسبة للسؤال 2، عطاونا تعبير اللي هو أش كيساوي 1 على 5 زائد 1 على 9 زائد 1 على 11، وعطاونا تعبير آخر 3 على 5 زائد 7 على 9 زائد 9 على 11، كنعرفو أن المقام عنده علاقة بأش. هي اللي كاينة في السؤال، يعني هاد التعبير أش كيساوي؟ واش 3 ناقص 2 أش، 3 زائد 2 أش، 1 زائد 3 أش، أم 3 زائد أش؟ غناخدو التعبير وغنشتغلو عليه باش نحاولو نقلبو على شنو كيساوي بدلالة أش. أول شيء غنرجعو نحاولو نبينو واحد الأعداد اللي هما هاد الأعداد اللي هنا 1، كلهم غيبان فيهم 1، يعني 5 ناقص 2 على 3 هي 3 على 5، 9 ناقص 2 على 9 هي 7 على 9، و 11 ناقص 2 على 11 هي 9 على 11. الآن 5 على 5 هي 1 ناقص 2 على 5 زائد 9 ناقص 2 على 9، 9 على 9 هي 1 ناقص 2 على 9، وحداش لحداش هي 1، وناقص 2 لحداش هي ناقص 2 لحداش. عندنا 1 زائد 1 زائد 1 عطانا هي 3. إذا هنا الاختيارات يا إما أ أو ب أو دي. كنشوف هنا بأن عندنا هداك الواحد في البسط ديال هاد 1 1 1، هي مضروبة في 2، مضروبة في 2، مضروبة في 2، هنا ناقص ناقص، هنا ناقص. إذا اللي فيه ناقص وفيه مضروب في 2 هو الاختيار ديال 3 ناقص 2 أش اللي هو الاختيار الأول. نشوفوا السؤال رقم 3. يتوفر حسن على تميمة اللي هي الكليو سبي اللي كنخزنوا فيها الملفات، سعتها 8 جيجا اوكتي. عدد الملفات من حجم 1.25 ميجا اوكتي التي يمكن لهذه التميمة تخزينها هو، يعني شحال ممكن نخزنوا عليها من ملف من سعة 1.25 ميجا اوكتي؟ بالنسبة ل 8 جيجا اوكتي خصنا نحولوها لميجا اوكتي، هي 8000 ميجا اوكتي. غنقسموا ديك 8000 على 1.25، غير هو القسمة غادي نضربو هنا في 10% باش نحيدو الفاصلة، حتى هنا غنضربو في 100 غيتزادو صفرين على 8000 تولي 800000. إذا 800 في 125 فيها 6، 6 في 125 هي 750، غنديرو ناقص تعطينا 50. نزيدو الصفر الأول تعطينا 500، كم فيها 125 فيها 4، 4 في 125 هي 500، ونديرو ناقص هي 0. نزيدو الصفر الثاني فيها 0، 0 في 125 0، ونديرو ناقص نفس الطريقة. نزيدو الصفر الآخر ويزيد صفر في الأخير. إذا النتيجة هي 6400 اللي هو الجواب الأول. بالنسبة للسؤال رقم 4، عندنا الشكل الجانبي يمثل لعبة للصغار لا توبي، مكونة من مربع اللي في الأعلى قياسه ضلعه 3 سنتيمتر، كلهم فيهم 3. عندنا مستطيل في العرض ديالو إكس، ومثلث متساوي الأضلاع في الأسفل. السؤال على هاد العرض ديال المستطيل إكس، واش هو 4 3 2 ولا 1 سنتيمتر؟ الا قرنا هذا مع هذا اللي فيه 3 كيبان اكس صغر، اذا ما يمكنش تكون 4، يمكنش تكون 3، عندنا احتمالات 2 و1. فالطريقه اللي بانت لي انها مناسبه، هنا قسمت هذا على 3 بمعنى كل مستطيل فيه هنا 1، وحتى هذا قسمته بنفس العبار، اذا تقريبا عندي الجواب هو 2، ما يمكنش تكون جواب 1 لان الاحتمالات عندنا غير 1 و2، والجواب الصحيح هو 2. مايمكنش هنا شي عملية حسابية، يمكن عندنا مساحة لا والو، مايمكنش علاقة ديال تناسبية بيناتهم. سؤال 5، عندنا المثلث او اف جي هو اللي باليمين، هو الصورة ديال المثلث ا بي سي في اليسار، بالإزاح اللي كتحولنا السي إلى جي.
هنا في اسيا عندنا 3 سنتيمتر، حتى هنا غتكون 3 سنتيمتر، لان هذا الصوره ديالو كيشبه ليه. هنا عندنا 60 درجه، هنا ستكون 60، هنا 90، حتى هنا كاينه 90. هنا السؤال على هاد سي بي او لا هاد جي اف، لان جي اف هو سي اف لانه مش كيتساوي هو الوتر. هنا بما عندنا الساويه السين وعندنا المحادي، غنخدموا بالكوسينيس. الكوسينيس ديال السين هو المحادي اللي هو يا اما ا سي او لا اف جي على الوتر اللي هو جي اف او اف جي على بي سي. اذا هذا ا سي على بي سي و اف جي على اف جي. والكوسينيس ديال السين كيساوي 1 على 2 اف جي، او لا عفوا اف جي اللي هي الفوق هاد اف جي، هذه هنا راه هي ا سي هي 3. قضيه اف جي بوحده غنضربوا اف جي في 1 و 2 3، اذا اف جي كتساوي لنا 6 سنتيمتر اللي هو الجواب رقم 3 اللي هو الجواب سي. هنا خدمنا بالكوسينوس اللي هنا علاقه ديال الجيب تمام، هذا خاصني بالاعدادي. بعد رقم 6 عندنا ثمن كتاب 50 درهم. الثمن في الاول زاد مقدار 20%، يبان الثمن تبدل ما بقاش 50%، من بعد مابقاش 50 درهم، بعد غادي نقص ب 20% مره اخرى. هنا السؤال شحال الثمن ديال الكتاب؟ الثمن جديد كاين غيقول لك بان زاد ب 20 نقص ب 20، اذا الثمن هو 50 درهم. خطا، مني زاد 20% غنحدوش ان ولا الثمن الجديد، غندير مبلغ زياده اللي غادي تزاد على 50 درهم. غنضربو 50 في 20 على 100 هي 10 دراهم، اذا الثمن الجديد للكتاب بعد الزياده هو 60 درهم. دابا 60 درهم هي اللي غادي تنخفض بمقدار 20%، غنضربو 60 في 20 على 100 باش نعرفو شحال نقص. غنلقاو هي 12 درهم، اذا الثمن ديال الكتاب غينقص ب 12 درهم، ولكن ما غنقصوش من 50، نقصو من الثمن الجديد اللي هو 60 اللي جا بعد الزياده. اذا الثمن الجديد للكتاب هو 48 درهم بعد الزياده هو التخفيض. بالنسبة للسؤال رقم 7، الشكل أسفله يمثل مخططا بالعصي، توزع النقط المحصلة عليها من طرف التلاميذ أحد الأقسام السادس ابتدائي، يعني في إحدى النقاط اللي حصلوا عليها مقسمة هنايا على حد من 8 حتى ل 16. بغي نعرفوا النسبة المئوية ديال التلاميذ اللي حصلوا على نقطة أكثر من 10. أول شيء باش نلقاو المسألة ديال النسبة المئوية خصنا نلقاو عدد التلاميذ الإجمالي، شحال عندنا من تلميذ. غنشوف هنايا في كل نقطة غنشوف شحال من تلميذ وغنجمعوهم، هما هادو في العدد 3 5 2 4 7 2 2 7 2، هادو عدد التلاميذ في هاد الحالات. هما هادو جبناهم من هنا من المبيان، هنا في 10 مكاين حتى تلميذ، وهنا في 15 مكاين حتى تلميذ اللي جاب هاد النقطة. إذا عدد التلاميذ الإجمالي هو 25. أنا غنقلبو على التلاميذ اللي جابو أكثر من 10، غنمشيو من 11 من هنا نحسبو غير هادو، نلقاو 2 4 و 2 7 و 2، إذا هو 17 تلميذ. النسبة المئوية ديالهم هي 17 اللي جابو أكثر من 10 مقسوم على 20 على 25 مضروبة في 100 هي 68%، هو عدد النسبة المئوية ديال التلاميذ الحاصلين على أكثر من 10. بالنسبة للتمرين رقم 8 عندنا ديال السلم، بالنسبة للتناسبية ديال سلم خرائط، على خريطة بسلم واحد 400 ألف، المسافة الفاصلة بين مدينتين في الخريطة هي 5.5 سنتيمتر، ميمكنش تكون حقيقية في الخريطة. السؤال بغينا المسافة الحقيقية بين هاد المدينتين، واش 21.5 كيلومتر، 22 كيلومتر، 22.5، أم 23 كيلومتر؟ باش نفهموا معنى السلم، السلم عندك واحد على 400 ألف، كتعني بأن واحد سنتيمتر في الخريطة هو 400 ألف سنتيمتر في الحقيقة اللي هي 4 كيلومتر في الحقيقة. كنخدمو ديما غير بالمقام، هاد الواحد ما كنخدموش به. اذا بغينا مسافه حقيقيه كنشدو نسبه المسافه في الخريطه وكنضربوها في المقام. هذه الا بغينا الحقيقيه، بغينا مسافه حقيقيه نحولوها للخريطه كنقسموها على 400 ألف اللي هو المقام ديال السلم. اذا 5.5 مضروبه في 400 ألف هي من جهه 1,200,000 سنتيمتر. هنا خصنا نحولوها، نجاوب باش نجاوبو بالكلمات، نحولوها نقسموها على 100 ألف هي 22، او نستعملو جدول ديال التحويلات الا ما عرفتوش كيفاش تقسموها. نلقاو هي 22 كيلومتر هو الجواب بي رقم 2. هنا كاين التناسبيه اللي فيها مجموعه من الدروس، فيها الكتله الحجميه، فيها مجموعه من فيها السلم الخريطه، فيها النسب المئويه ديال التخفيضات، مجموعه من الدروس. سؤال رقم 9 على الاعداد الكسريه، عندنا كسران 1 3 1 5 تم وضعهما على مستقيم مدرج كما هو مبين في الشكل اسفله. عندنا الشكل مقسوم على 8، هنا 1 5 هنا 1 3 وهنا 4 ديال المواضيع ا بي سي دي. بغينا نعرفوا الكسر واحد 4 فين غادي يجي في هذه المواضيع الاربعه، باش نجي نحطو مباشره ما غاديش نلقى الجواب، ما غاديش نعرف. خصني نلقى شي حاجه مشتركه بين هاد 1 3 1 5 و1 4. الطريق كاين طريقتين، نقدروا نفكروا في مقام واحد ونبدلو هاد نبدلو المقام ديالهم ونبدلو حتى البسط، اولا نفكر طريقه ان 1 3 نقسمو من 1 5 لان هي كبيره، داكشي اللي خرج ليا نقسمو على 80 لان كاين 8 تقسيمات، انا غنلقى 1 ل 60، اذا كل بلاصه صغيره فيها 1 ل 60. اذا غنديروا نعاود نرسم بحالها، هنا غنرجع المقام في الاول 60 ضربنا 5 في 12، اذا حتى واحد نضربو في 12
هنا نرجعو 60 نضربو 3 في 20، إذا نتا 1 نضربو في 20، هنا 20 على 60، وهنا 18 على 12 على 60. نحطو هاد أ بي سي دي اللي هما هادو، هنا كنزيدو بواحد 60، 13 على 60، 14، 15، 16، 17، 18، 19، وكنلقاو هنا 20، إذا هادشي درنا صحيح. الآن واحد لربعة شحال نرجعو لربعة؟ نرجعو على 60 نضربو في 15، 4 في 15 60، إذا 1 في 15 هي 15 على 60، والجواب هو الجواب بي، هو الجواب التاني. هنا كنخمو الأعداد الكسرية بمقامات من المقام المضاعفات المشتركة. هنا بحال قلنا على مضاعف مشترك ما بين 4 و3 و5. غادي نمشيو للتمرين الموالي. هنا عندنا النشور ديال المكعب، هنا سهلة، غنحاولو نجمعو النشور باش نلقاو التصحيح ومغاديش نتأخرو فيه. الجواب هو الجواب أ، لأن الجمعنا يعطينا مكعب هنا، يعني ملي كنجمعو هادو كنلقاو بأن شي جوج الأوجه كيجوني في بلاصة وحدة وكيبقى واحد الوجه خاوي، إذا هادو خاطئين، الصحيح هو رقم 1. سؤال ديال الأس ليكن إن عددا صحيحا طبيعيا بحيث تسعود أس إن زائد خمسة زائد تسعود أس إن زائد خمسة زائد تسعود أس إن زائد خمسة كتساوي 3 أس 2021. بغينا نعرفو داك إنش شحال كتساوي باش وصلنا ل 2021. هادوك تسعود معودة 3 المرات، إذا هي 3 ديال 99 زائد 5، 3 المرات كتعود، إذا نضربها في 3. تسعود غادي نفكوها بين قوسين، هي 3 في 3، ديك 3 في 3 هي 3 أس 2. الأس ملي تيكون لداخل وكاين أس على برا، كنضربو الأس في الأس، غتولي 3 نضربها في 3 أس 2 زائد 10، يعني ضربنا 2 في 2 و2 في 5، هي عطاتنا النتيجة. الآن 3 مع هادي نقدر نجمع الأس، هنا من هنا كنضربو الأس، هنا كنجمعو الأس، غتكون هي 3 أس 2، وهنا 1 غيتزاد مع 10 تولي 11. هنا هاد الأس راه كاين في تاني إعدادي والتالت إعدادي، كاين فيديوهات على هاد الدرس في القناة. إذا الأس ديال 2 زائد 11 هو نفسه 2021، لأن بحال بحال 3 أس 3 أس. إذا 11 نقصوه من هنايا تبقى لي 2011 2010. 2010 اللي بغينا إن نقسمو على جوج، هي إن كتساوي لنا 1005، إذا الجواب هو 1005، هو الجواب رقم جوج هو بي. سؤال 12، عندنا هنا مثلث أ إف إس و أ أش كا، هادو متساوي الأضلاع كيتشابهو بجوجهم بحال بحال. فهنا عندنا 60 60 60، هنايا 60 فهاد الصغيرة هنا 60، وهنا هادي كاملة فيها 60، غير الطول ديال الأضلاع ما عندناش، بمعنى حتى هاد أأش كيساوي أف كيساوي أس كيساوي أكا، هادو متساويين إلا هاد إف أش اللي مكيساويمش. هاد الزاوية ما بين هاد أف وأكا فيها 80، حنا بغينا نعرفو هاد الزاوية هادي شحال فيها. كنعرفو بأن هادي فيها 60، إلا عرفنا هادي اللي خاوية بالبيض غنقدرو نقصوها من 60 ونلقاو هادي. هاد الزاوية داخلة في هاد المثلث أف أش، أ إف أش مثلث متساوي الساقين ماشي متساوي الأضلاع، هذا أ إف أش عندو أ أش كتساوي أ إف، ولكن إف أش طويلة عليهم، إذا ماشي متساوي الأضلاع متساوي الساقين. متساوي الساقين كتكون هاد الزاوية هي نفسها قد هادي، إذا غنجمعو هاد الزاوية اللي في الرأس، هنا عندنا 80 هنا 60 غنجمعوهم هي 140، شحال مجموع مزاوية المثلث هو 180، إذا 180 ناقص 140 غتبقى لي هاد الجوج، بقات ليهم غير 40 وهما قد قد، إذا غنقسم عليهم هاديك 40، إذا أ إف أش هادي هاد الزاوية الفوقانية او لهاد اللي تحت هاد الصغيرة اللي هنا، واخا هنا اف اش هاد اللي هنايا ولا اش اف بحال بحال، هي 20 درجة. كنعرف ان هادي فيها 60 وهاد الصغيرة فيها 20، اذا هادي شحال بقات ليها؟ بقات ليها 60 ناقص 20 هي 40 درجة، اذا الجواب هو الجواب سي رقم 3. عندنا السؤال 13 في الكتلة الحجمية، اذا العارضة من الالومنيوم من قياس كتلته، الكتلة ديالها 28 غرام، القياس ديالها الطول 25 سنتيمتر، العرض 2 سنتيمتر، والسمك 0.2 سنتيمتر. مطلوب منا نحسبو الكتلة الحجمية ديال هاد العريضة. أولا قبل ما نحسبو الكتلة الحجمية، الكتلة الحجمية كتكون من الكتلة اللي عطاونا هنا والحجم. من الأبعاد اللي عطاونا غنلقاو الحجم هو الطول في العرض في السمك، 25 × 2.2 هي 10 سنتيمتر مكعب. الكتلة الحجمية هي رو كتلة على الحجم، 28 × 10 هي 2.8 غرام على السنتيمتر المكعب، إذا هي الجواب الدي والأخير. مشيو التمرين 14 اللي قبل الاخير، عندنا ا بعددين حقيقيين موجبين قطعا، بغينا نعرفو في هاد الكسور 4 شكون هو اللي كبير. هنا ميمكنش نقارن مباشره، خصني يا اما نوحد ليهم البسط ونقارن المقام، اولا نوحد المقام ونقارن البسط. هنا اللي سهله هو انني نوحد البسط، لان عنده هنا ا 2 ا 3 4 ا، خصني نتخلص من الجوج، نتخلص من 3 ونتخلص من 4 ونشوف كيفاش ندير لها في المقام، بعد غيولي عندي نفس البسط وغنقارن المقام. الاولى غادي تبقى كيما هي لان ما فيهاش تبسيط. ثانيه
عندنا هنا جوج على جوج بزائد واحد غنعملو بجوج، هنا الى عملنا بجوج غتولي هنا جوج جوج، هنا هاد واحد راه هي جوج على جوج، الى حيدنا لهم كلهم جوج 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 غتبقى هنايا ا بي، وهنا تبقى واحد على جوج، واحد على جوج هي 0.5. بنفس الطريقة نديرو في ثلاثة، غنلقاو هنا ثلاثة ثلاثة وثلاثة على ثلاثة، غتمشي لهم ثلاثة 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 غتبقى واحد على ثلاثة هي 0.33، وكذلك ربعة غتبقى لنا 0.25 اللي هي واحد على ربعة. الآن عندي أ في الباص كاملين، إذا هنا غنقارن المقام، المقام الصغير العدد الكسري هو الكبير، هذه قاعدة، العدد الكسري الأكبر هو الأصغر مقاما إذا كان جميع الكسور نفس البسط. هنا عندي ب زائد واحد ب زائد 0.5 ب زائد 0.33، هنا ب زائد 0.25، الصغير في هادو هو الأخير، هو هاد ب زائد 0.25، إذا هو كيشكل لي الكسر الأكبر. غنمشيو لآخر تمرين هو 15، عندنا مستطيلين الأبعاد ديالهم متناسبة، بمعنى كاين تناسب ما بين هاد الطول وهاد الطول، وما بين العرض وما بين العرض، بمعنى هاد 4.5 عندها علاقة ب 6.3. غناخدو 6.3 نقسمو على 4.5 غنلقاو هي 1.4، بمعنى ضربت 4.5 في 1.4 غنلقى 6.3، درنا هاد القيمة المعامل التناسبية باش بيه غنلقاو هاد العرض، لأن عطاونا هنا 3، إلا بغينا نلقاو هاد العرض 3 نضربو حتى هي في معامل التناسبية وغنلقاو هاد العرض، إذا 3.3 في 1.4 هي 4.2 سنتيمتر، هو الطول ديال هاد الضلع. ولكن كنشوف هنا خصني نتابع كاين غادي يجاوب ديال 4.2 غيمشي هنا غيدير الجواب هو بي، هنا ردوا البال بأنه هما كاتبين بالمليمتر، واخا هما عطاونا هنا بالسنتيمتر هنايا بدلوا لنا الجواب داروا بالمليمتر، غنحول هاد 4.2 سنتيمتر كنضربو في 10 هي 22 مليمتر، والجواب هو الجواب أ ماشي الجواب بي. كنا نشوف هادي غادي يجاوب على الجواب بي، يعني الجواب صحيح هو الجواب أ 42 مليمتر. هنا التناسب نقدروا نديروه في شكل جدول، لان التناسب غادي نخدموا جدول باش يبان لنا الامور اكثر وضوحا، كنكون وصلنا لنهايه التصحيح ديال الرياضيات. الا كان اي تساؤل شي تمرين ما مفهومش ممكن ديروا لي فيديو بوحدو، يكفي انكم تتواصلوا معنا سواء عبر التعليقات او عبر الصفحه ديال الفيسبوك اللي هي اسمي الاستاذ عبد الله، وكنلقاو الشعار ديال الدعم المدرسي هو الشعار ديال القناه. شكرا لكم للمتابعه والى اللقاء.